وإلى موقع أثر بريس الموالي للنظام ومادة بعنوان البازلاء عوضا عن الفستق، طرق جديدة لغش المعمول قبيل عيد الأضحى. وبحسب ما جاء في المادة فإن بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فضحت في الآونة الأخيرة خدع بعض أصحاب محل الحلويات بإنتاج الفستق الحلبي الكاذب والكاجو الكاذب أيضا، وذلك على اعتبار أنها أغلى أنواع المكسرات التي يتم استخدامها في صناعة الحلويات واستغلال وجودها لرفع الأسعار للأصناف التي تدخل فيها أو في صناعتها، ما يحقق مرابح كبيرة لأصحاب المحل مقابل منتجات وهمية. فيشرح أحد العاملين بمحل الحلويات للموقع بالقول إنه لصناعة الفستق الحلبي الكاذب يكفي وجود البازلاء الخضراء المطحونة وبعض المنكهات، ما يحقق وفرا كبيرا على صاحب المحل، يمكن أن يصل لأكثر من 400 ألف ليرة سورية بالكيلو الواحد.